هشام عبور صحافي حر، دوم الإرهاب يا ليجينيرو. كان احد المثل في الجزائر فيما يخص يعني الناس اللي يحبوا زعما يتقربوا لفرنسا ويحب يردوا روحه فرنساوي وقال راهو يتنكر لاصله، كان المثل يقول لك عربي عربي ولو كان تكون كولونيل بن داود. هذا كولونيل بن داود كان مقاجي في الجيش الفرنسي وولد قايد وقراه باباه وبدا ومنا، وكي جاء في الجيش ترقى الى رتبه كولونيل. هذا قبل حرب التحرير، هذا الكولونيل بن داود قبل حرب التحرير، يعني لو سول الجيريان ولو سول عرب اللي طلع كولونيل في الجيش الفرنسي. ولكن يشوفوا باللي هذا الكولونيل ما يعطوله مسؤوليات، ما يعطوله حاجه كذا مثلا اللي يخلوه يكون باين، ما يعطلو حتى شيء. يبقى هذا السي كولونيل بن داود محقور حتى ولو كان في الجيش. واش يقولوا له الناس؟ يقول لك عربي عربي وتكون كولونيل بن داود. الكولونيل بن داود هذا اليوم شوفوه في فرنسا، خاطر قد ما استثمر في فرنسا، قد ما دار في فرنسا، والعلاقات بين فرنسا وقطر علاقات جد ممتازة. والفرنسيين لما يدخل قطر يدخلوا بدون فيزا، بعكس الجزائريين والمغاربة والتوانسة ويعني العرب اللي يدخلوا فيزا. الفرنسيين لا، يدخلوا يستثمروا يديروا واش يبغوا. وفي فرنسا كيف كيف البي اس جي قطريين شراوها منذ منتصف في 2011 قطر شراو فريق بي اس جي. فريق بي اس جي كان فريق عادي كيما يدير ذا منا، ما كاش عنده حاجه اللي قويه ولا حاجه لعب. لما جاوا القطريين وداروا ناصر الخلايفي هو اللي يمثل دولة قطر، لانه الشركه اللي شرات بي اس جي هي شركه كيو اس اي قطر سبورتس انفستيسمنت. ناصر الخلايفي هو اللي يمثل هذه الشركة هذه ومد كل ما عنده في بي اس جي، وشراو نيمار وشراو ميسي ومبابي اللي ولا اون جراند ستار، يدفعوا له باش ما يغادرش، لحقوا فينال تاع لا ليغ تاع تشامبيونز ليغ في 2020، يعني ردوا البي اس جي ليكيب دوميني كاع الفوتبول الفرونسي. ولا وعلاش ما تقدرش تنافس في اوروبا؟ لحقت المستوى تاع الفينال وحبست، وسينو دومي فينال كارت فينال دومي فينال كارت فينال، لانه البطوله الفرنسيه ضعيفه وهما جايبين غير لي ستار ويلعبوا بهم، وبالتالي هذوك الفرق الفرنسيه الاخرى ما تقدرش تنافس معاهم. بعد فينالمون ولا عاد يغلبوها هذوك، بدات دعوة الجميع من يلعب مع البي اس جي تسمى يتقوش لو ماتش دو لا في، الماتش دو لا في يربحوا البي اس جي بزاف. دار حتى من بطولة، راه حتى دارتها الليل، الليل دارت البطولة عندها عامين هكذا، الليل داو البطولة ولات ران داو كوب دو فرانس. يعني بدات الفرق الأخرى الديسبوت ريفاليز افيك لو بي اس جي. المهم قطر استثمروا، ولاو قطر حبوا يشريوا ملعب من الملاعبين اللي موجودين في باريس، بارك دي برانس ولا ستاد دو فرانس، حبوا يشروا واحد باش هذاك يكون ملك البي اس جي ماشي ملك ليهم، وما حبوا يشروا البي اس جي. قال نديروا هذا. ايبيان بلديه فرنسا باريس، بلدية باريس واللي على رأسها الاشتراكية أني دالغو، اللي هي ماهيش فرنسية الأصل، هي إسبانية الميلاد والأصل عندها ميم دوبل ناسيوناليتي يعني بلد. أني دالغو عرضت لهم، عرضت لهم قالت لهم ما كانش الآخر
هذا باش تشريو ملعب في باريس ما كاش منها. اي بورتون سمعني لهم درام يربحوا يعطيك درام روح بني استاد واحد اخر. لا ناصر الخلايفي فاق بالليل ولا خرج هذا مطيطة قالوا ماش بس احنا عرب اللي يعني ترفضوا تبيعونا الملعب احبابه. قال ماذا احنا قطر احنا عرب. قال ماذا ماشي مليح سمعت. وهذا قالوا في إذاعة مونتي كارلو في حصة ينشطها اللاعب الفرنسي القديم تاع بي اس جي جيروم روتن. وقال لهم يعني بأنه قانونيا ما يجوزش لأنه فرنسا بلاد حرية وفرنسا يعني تقول لك ممنوع أنك ترفض واحد الشراء لما يجي واحد يتقدم لك باش تشري. وهذه مجتمع رأسمالي اقتصاد رأسمالي يجي باش يشري ولكن الرد اللي جاء من عند بلدية باريس قولوا لهم احنا صح في دولة قانون نحن دون ان اتاد دو دووا شينو لي ستاد نو بوس با كوم دي شامبينيون. عندنا الملاعب ماهيش تنبت كي الفقاع وماشي تجيو بدراهمكم بالباكيه تاع الملايين وتحبوا تشريوا واش تبغيو باي شرط. يعني انا رد عنصري رد عنصري يعني طول ديرك يعني باش يجي من الدراهم وباش ياكلوا بهم لي جوار يشربوا بهم لي جوار اوكي اما باش يشري بهم ستاد لا. مثلا الامارات في بريطانيا خذوا تيرا وبنوا ستاد ومسمينه اميرات ستاديوم مش عامل اسم الامارات في قلب لندن. ما قالوهمش لا هذو باريس ما كاش بلاصه باش تشري تيرا ودير فيه ستاد للفريق تاع بي اس جي ما كانش. فمادام كان موجودين ملاعبين قال نشري واحد تربح دراهم بيعوا العرب القطريين لا هذه اللي يرفضوها لانه على كل الملاعب راح يتباع من شركه قطر سبورتس انفستمنت اللي هي تابعه لل خزينة السيادية القطرية يعني تاع الدولة تاع دولة قطر. دونك هنا اللي رحنا ورجعنا وصبنا قالوا عربي وتكون كولونيل بن داود يعني حتى تنقد قطر وتستثمر وتجيب تحط في الدراهم اللي يحطوهم قطر على بي اس جي ولا دولة في العالم صفتهم على على كل حال كان احسن لهم لو صرفوها على الفقراء العرب الفقراء المسلمين لو كاين ولكن هما بون دراهمهم هما احرار ويبقاو دائما القطريين لما واحد قطري في يمشي في اوروبا راسو مرفوع ماهوش حراق كما الاماراتي ماهوش حراق يقدروه كي يدخل يحط جواز إماراتي يقدروه وماشي غير ولاو يقدروه ولاو يخافوا منه كان يخافوا منه ما يقدروش حتى يذكروا اسمه ما يقدروش يذكروا الإمارات عرفتوا شكون بعد وقت كنموا عليها بعد جينجل